ايران على الجانب الاخر كلنا قبل المباراه قلنا ان كارلوس كيروش هيعمل مباراه كويسه امام المنتخب الانجليزي. ما ينفعش تلعب قدام منتخب انجلترا وانت هترجع لورا بالشكل الغريب ده وتحاول على قد ما تقدر انك تلعب على سرعات. انت في منتخب مصر لما كارلوس كيروش كان بيلعب بالطريقه دي كان عنده سرعات وهو وجود محمد صلاح. انت عندك الناحيه الثانيه مهدي طارمي لاعب بورتو المهاجم اللي سجل النهارده هدفين منهم هدف ضربه جزاء. مهدي طارمي مش سريع ولاعيبه ايران مش سريعه وبيعتمد اصلا على الوينجين محرمي ومحمدي الباك اليمين والشمال وده اللي خلاه النهارده قدام منتخب انجلترا يكون عاجز ان هو حتى يطلع بالكره لقدام. احنا شفنا النهارده منتخب انجلترا من اول الدقيقه لاخر دقيقه يعني انا احمد كلامه كله محترم جدا في برضه يعني عايز اضيف على ديكلان رايس، ديكلان رايس لاعب رقم اربعه لاعب وست هام انا بظن انه السنه الجايه مش هيكون موجود في وست هام، هم خلاص قدروا يحافظوا عليه اخر موسمين بشكل كبير جدا، اعتقد ان خلاص تشيلسي او مانشستر سيتي ممكن تخلص فيه خلال الموسم القادم هينتهي عقده شهر 6 2024، بلينجهام برضه اظن هو مش هيكمل مع بروسيا دورتموند، لعيب سعره هيوصل ل 100 مليون يورو، السيتي داخل فيه بشكل كبير جدا، هو الاوضح بالنسبه للعالم كله ان مانشستر سيتي بيفضل بلينجهام خلال الفتره الجايه يكون موجود مع رودري وموجود مع لعيبه وسط ملعب. ريال مدريد ممكن تفكر كمان انه تجيبه مع تشاوميني واللعيبه الصغيرين في السن اللي بيخشوا وسط ملعب ريال مدريد. منتخب انجلترا انا بشوف ان هو ممكن يكون منافس مباشر على كاس العالم العام الحالي خاصه ان هو منتخب متكون من سنوات، منتخب مدين الثقه بشكل كبير جدا لجاريث ساوثجيت المدير الفني. جاريث ساوثجيت يعني وصل لفاينل اليورو، خسر بركلات الترجيح، وصل لنصف نهائي كاس العالم 2018، الموسم ده المفترض ان هو يحقق لقب كاس العالم. في انتقادات كبيره جدا بتحصل في انجلترا، ساوثجيت معاه عدد كبير جدا من اللعيبه، معاه لعيبه مميزه، معاه دكه النهارده نازله، نازل جريليش، راشفورد، في الفاضل، نازل عدد كبير جدا من اللعيبه تقدر تغير اصلا من شكل الاداء. هاري كين بيقدر يلعب بخبراته بشكل كبير جدا معاه في الفريق، هاري كين النهارده وصل ستيرلينج اكتر من 3 كرات على المرمى ويمكن ما سجلش، كان ممكن هاري كين يخلص المباراه يعني عامل 5 اسيست مثلا او حاجه. ماجواير اللي الناس ممكن تكون بتتريق عليه بشكل كبير جدا طوال الموسم مع مانشستر يونايتد. ممكن ايه ده مصر كل العالم اكيد. النهارده حتى حفيظ ده راجل معلق كان بيتريق عليه ولكن يعني النهارده قدم مباراه كبيره جدا حتى منها كره راسيه كانت في العارضه دي كانت اللي هي الحذر قبل ما يسجل الهدف. يمكن بشوف كمان ان ايران توترت بشكل كبير جدا بعد اصابه الحارس علي رضا يمكن في الدقيقه العاشره وان هو حاول يعني يجي على نفسه. يمكن كيوش الناس بتتكلم عليه ان هو مش محظوظ في حراسه المرمى، يمكن كان واخد قرار قبل ما يسافر انه ياخد 4 حراس، ده حصلت معاه في امم افريقيا وشفنا الشناوي وابو جبل وصبحي كله لعب. يعني كيروش دايما مش محظوظ في الحته دي، النهارده كان متاثر بشكل كبير جدا بعد اصابه الحارس، حتى كمان حصلت هزه بشكل كبير جدا في خط الدفاع. صحيح. خرج بعد المباراه قال لك انا بستعد خلاص لويلز. اعتقد ان انجلترا المباراه الجايه قدام امريكا مش هتكون سهله ولكن انجلترا هتقدر انها تفوز. الناحيه الثانيه ويلز وايران، اعتقد المباراه هتروح لايران بشكل كبير جدا، هو عاوز يفوز، عاوز عنده الرغبه بشكل كبير. النهارده ويلز يمكن كانت هي الطرف الاقل من المنتخب الامريكي، المنتخب الامريكي كان عنده الرغبه ان هو يحقق الفوز بشكل كبير جدا من اول دقيقه من المباراه. يمكن المباراه في الجوله الثانيه هتقدر تحسم لنا بشكل كبير جدا.